أي. يعني فهذه ينطبق عليها الديوانين. وشيء جيد يعني مبنيه مرتبه ومو تقول طابه وطالعه هذه البيوت. والفرحه مو احنا طبعا سيدنا والاخوان الموجودين ان شاء الله الامور الى خير. التوجه العام اللي تشوفه مال الحكومه الحاليه خدمه الناس قدر الامكان، وعلى هالاساس دخلوا للديوانم، والديوانم تعتبر شعله ثانيه وهي زراعيه، مع ذلك اكبر من الشعله، دخل بها الحشد والكهرباء والجهات المعنيه ودا يشتغلون اليوم لهم 6 شهور زين، ونيتهم يكملون المنطقه ومحاولتهم وين؟ جيد، ما عندكم مشكله. مشكله بس الضفيره. بس ضفيره؟ ضفيره؟ وانا على المالكي. خلي يسجل الضفيره عندك. هاي فروعني. هاي مو كذي. اربعه. تعال تعال. كم فرع مثل هذا؟ اربعه. هذا مثل واحد وهيك منتهي. وهذه ست كلكم جارين مي ومجاري. الحمد لله كل شيء. هذا الرئيس سيدنا، هذا الرئيس. هذا الرئيس. ها؟ بس انا. لما تمطر هيك تصير هاي بحيره هنا. ايوه خطيره. والله دز لي اياها حتى دز الامانه البلديه. السلام عليكم. انا ابو ورده، شلونك؟ زين ان شاء الله. اقول لك احنا بفد بالشعله اكو شارع افران الضياء. زين فاكو في احد البيوت من صار المجاري ومرتبيها كانما المجري مالتهم للبيت مغلق زين، واقع ما ادري سبيس انا ذاك فيرات في الصاروخيه. خلي دليك بالله ابو علي المالكي، سولف وياه. سولف الله يسعدك استاذ ابو ورده. 5 دوانم ذيك اللي بصفها هم 5 دوانم. كل الدوانم اكو سياده بيناتهم يفصلهم او بيوت، هي هيك المنطقه بالنص. احنا الوحيدين هذا البيت كان مال الفلاح قبل مال الحارس، فقالوا ليش نفلشت؟ الشارع شويه مال ايه تطبق ويا الشارع الثاني وبعدين رجع من جديد، هم يستمر عدل وذاك يستمر عدل بوجهه. نعم نعم. طالع ان شاء الله. ان شاء الله احنا بدنا نشتغل بالتدارج. الله. وتدري هذول الجهات التنفيذيه هم يراجلهم وقت. صحيح. احنا نتابع وياهم ويا البلديه ويا الامانه ويا المحافظه وفريق الجهد الخدمي الهندسي ويا رئيس الوزراء.